طيب نروح لحاجة كده عرفناها، يعني هو كان بيخاف من حاجات معينة، يعني أنواع معينة، زواحف معينة. طب احكي لنا بقى، احنا عارفين بس احكي لنا. على قد المنظمات وبتاع والكلام ده، فكنا في بوركينا فاسو في السحالي. السحالي هو مين ما يخافش من السحالي برضه؟ لو هتلاقي احجام كمان. كابتن سمير عدلي وعلاء نبيل وبتاع، فايه ففي سحليه ماشيه. فكابتن سمير قال لي ايه ده سحليه؟ فالكابتن قال له ايه سحليه عادي، انت خايف ليه؟ فالمهم الكابتن راح فنطت، فلقينا انا وعلاء نبيل والكابتن علاء شاكر وقعنا على نفسنا من الارض. لا هي نطت عليه بس، وقعدنا في الشباشب كلنا ربع ساعه. قال لك بص لو ما طلعتوش دي ماش هتقول، ولازم اشوف الجثه عشان اتاكد ان طبعا. قعدنا لغايه ما طلعنا. لا بس هو خوفه طبيعي يعني، ما لا كان اكيد كانت كبيره برضه صح؟ لا هي منظرها كمان مش سحليه زي بتوعنا. مش الكيوت اللي عارفه بتبقى عامله ازاي كابتن، تمساح صغير بعد كابتن هوان، بتبقى عامله زي التمساح الصغير. طبعا. وبعدين بتعمل ضغط يعني زي ما الكابتن كان بيعمل ضغط. ومبروك طبعا، انا شفت حضرتك وانت بتكسبيه يعني. يعني انا شايف فرست. فرست كابتن فيل. فالكابتن دي من الحاجات اللي احنا دايما نتذكرها حتى لغايه دلوقتي.